السلام عليكم. من الواضح أن هذا العالم مليء بالعجائب والأسرار المذهلة التي لا نعرفها. فهل تظن أن هناك طفلة تستطيع التزلج على الأرض بفرد ركبتيها والمرور أسفل السيارة؟ حسناً، تابعنا لمعرفة كل هذا. 8 أطفال لديهم قدرات خارقة. ولكن قبل البدء، قم بالضغط على زر لايك حتى نعرف عدد المهتمين بهذا الموضوع. ثامناً، جايرون سيلفا، يعتبرونه مايكل جوردان القادم، وأطلق عليه ملايين الأشخاص هذا اللقب نظراً لمهاراته العالية ومفاجأتهم بقدراته في المقطع المنتشر على صفحات الإنترنت. وفيه يظهر هذا الصغير قدرته على تصويب مئات كرات السلة دون إخفاق إحداهما ولو لمرة واحدة، أيضاً بدون النظر إلى الكرة. ولد في الفلبين، ثم بعد ذلك الطفل البالغ من العمر 12 عاماً أصبح مشهوراً لسرعته وأدائه الرائع في تلك اللعبة، ولكنه ما زال متواضعاً، وكل ما اكتسبه من هذه اللعبة استخدمه في رعاية أخيه وجدته، بالطبع أمراً يستحق التقدير. 7، إليتا أندري، أصغر رسامة محترفة في العالم، تعلمت الرسم قبل أن تبدأ بالمشي. منذ بداية الشهر 9 لتلك الطفلة بدأت في التحكم بالفرشاة، ومن هنا ظهر إبداعها الفني. تمتلئ لوحاتها بالحيوية والحركة، وفي السن 4 من عمرها فتحت معرضها الخاص بنيويورك، وحالياً وصلت أسعار لوحاتها قرابة 37,000 دولار، ولاقت أعمالها إقبالاً شديداً من أجل شراء قطعة من مهارة هذه الماهرة. 6، ألما دويتشر، تلقب بمزارات القادمة. تعلمت ألما العزف على البيانو وهي في سن 2 من عمرها، والكمان في سن 3، ومنها بدأت مسيرتها الموسيقية. وفي سن 13 عزفت أمام الجمهور في 10 بلدان مختلفة. وجدير بالذكر أن هذه الصغيرة العبقرية، بالإضافة لكونها عازفة بيانو وكمان، أيضا مؤلفة عظيمة، وكتبت أولى أعمالها في سن 6. 5، شين هونغ ليك، 8.63% كافية لهذا الطفل في حل مكعب روبيك بسهولة تامة. يبلغ من العمر 8 سنوات، ومنذ سن 4 اشترك في العديد من المسابقات العالمية، واستطاع الفوز ب5 ميداليات ذهبية. ليس هذا فقط، أيضا قادر على حل المكعب وعينه مغلقة أو بيد واحدة أو حتى بقدميه، وكل هذا بسرعة فائقة وبدقة يحسد عليها. 4، كوينسي سيمونديس، في سن 8 استطاعت كوينسي ممارسة رياضة ركوب الأمواج بسهولة تامة لأنها ولدت من أجل تلك اللعبة. فمنذ المرة الأولى كان لديها القدرة على حفظ توازنها على اللوح بشكل طبيعي، ونظرا لأصولها الأسترالية منحتها أفضل الشواطئ لممارسة رياضتها والتمرن عليها، بالإضافة إلى تشجيع والديها لكونهم أيضا من راكبي الأمواج، ولهذا ننتظر مستقبلا بارعا لتلك الطفلة. 3، تسونغ تسونغ، في سن 3 استطاع هذا الطفل الموهوب من عزف المؤلفات الموسيقية الصعبة، وكان أداؤه مفاجئا للجميع، خاصة بعدما انتشرت مقاطعة على الإنترنت. وبالطبع هذا الأداء يحتاج إلى تركيز عالي وممارسة كثيرة، وكان هذا ما يفعله الطفل البارع، حيث اعتاد على التمرن لمدة 4 ساعات يوميا، ويقول أنه لم يكن منزعجا أو خائفا أمام الجمهور، ويتخيل الجميع وكأنهم نملة صغيرة في طريقه. 2، إكسوتنتز، تبلغ من العمر 8 سنوات فقط، وتستطيع عمل حركات بهلوانية بدراجاتها البخارية. ترعرعت في عائلة من سائقي الدراجات في كاليفورنيا، وفي سن 3 أظهرت هذه الطفلة مهاراتها للجميع. فمنذ الوهلة الأولى كانت تسوق وكأنها محترفة، وأبدا لم تحتاج إلى عجلات التدريب، ومن الواضح أن حياتها المهنية قد بدأت. ولكن مع هذه الأعمال الخطيرة لا أعتقد أنها ستصل إلى أبعد من هذا. أولاً، جاجان ساتشي، باستخدام مرونتها المذهلة
استطاعت نجمة التزحلق بالتصاق جسمها على سطح الأرض، مما أتاح لها تحطيم رقم قياسي عالمي بمرورها من أسفل 39 سيارة بمساحة ارتفاع 45 سنتيمتر. وللحفاظ على مستواها تستيقظ هذه الطفلة كل يوم في 5 صباحا للتدريب، ثم تذهب إلى مدرستها. بدأت جاجان بتعلم التزحلج منذ 3 من عمرها، وبالرغم من محاولة الكثيرين لتقليدها إلا أنه لا يوجد أي شخص استطاع التفوق عليها. المجد لساتش الموهوبة. الآن شارك في التعليقات بأي من تلك المهارات قد أعجبك وتستطيع تنفيذها. إن أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر لايك واشترك في القناة لدعمنا، ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.